بعد المد البحري هناك جزر كبير، تراجع مياه البحر وبروز الصخور التي تعيش مثبتة عليها قواقع بحرية كبلح البحر الذي يظهر هنا باللون الأسود، وصدفيات أخرى. لاحظوا الرمال الذهبية لمدينة آسفي عاصمة المحيط أو حاضرة المحيط كما سماها ابن خلدون، وتأملوا هذا الجمال. إن هنا بلح البحر لا يزال صغيرا، يعني ينتظر النمو للوصول إلى البلوغ لكي يتم هنا استهلاكه، جنيه وطبخه وإخراجه من القوقعتين لاستهلاكه لمن يستهلكه. تأملوا معي هذا المنظر الجميل للبحر المتراجع وللسفن والبواخر. هذا مركب صيد بحري تحلق حوله طيور النورس. أكيد دائما بلح البحر من البعيد أو يظهر أسودا أو أخضر غامق، أمواج قليلة نظرا لاستقرار حالة الجو. محبتي لكم جميعا إخوتي.